كل هذه التفاصيل هنعرفها من خلال الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لسيدات يد الاهلي على الهاتف. كابتن ياسر مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا كابتن محمد، اهلا بيك ومنور الدنيا. وجودك. طيب جماهير النادي الاهلي محتاجه تفهم من حضرتك تفاصيل المباراه النهائيه او الختاميه كده، اعتقد في مباراه فاصله او موعد فاصل مع نادي الشمس خلال الايام القادمه. هو فعلا تمام اتحدد فعلا بالفعل المباراه اللي جايه ان شاء الله هتبقى في خلال 20 يوم. بس خلينا نقول للناس بقى المباراه او سيرها ماشي ازاي. كابتن محمد انا عارف ان جمهور النادي الاهلي عايز كله يعرف المباراه، ليه خسرنا الماتش ده حقيقي فعلا. اتفضل. بص هو احنا عندنا 2002 بنصعد منها حوالي 6 لاعبات. الست لاعبات دول بيشتركوا منهم 3 لعيبه. الثلاث لعيبه دول شبه اساسيين عندي في الدرجه الاولى. كان عندهم ماتش يوم الاحد وكان مع الشمس، والماتش نتيجته مهمه جدا، فكان لازم ان احنا نخليهم يشتركوا مع فرقتهم. تمام. بالظبط اللي حصل ان انا عندي، يمكن الناس كلها عارفه ان انا عندي اصابات، الاصابات حوالي عندي نصره وعندي دعاء، كل ده في الخط الخلفي. وعندي اسراء السيد كان عندها نزله شعبيه وهي لعبت، بس كان كل 10 دقائق بيحصل لها اختناق طبعا غصب عننا وغصب عنها. يعني تتخيل ان ينقصك 6 من اساسيين الفرقه، منهم خط ظهر او الخط الخلفي بمعنى اصح ما بيلعبش، والثلاثه اللي قدام نفس الكلام زي ليلى وفريده وعندي ميرنا ورانا، دول ما اشتركوش لان هم كان عندهم اجهاد عالي مش قادرين. بس الحمد لله احنا انت عارف النادي الاهلي لسه البطوله موجوده ونقدر نرجع، يعني هنرجع ان شاء الله وباذن الله باذن الله ناخد البطوله باذن الله. كابتن ياسر اعتقد نفس الموقف ده تكرر العام الماضي، لكن كنتوا في المباراه الفاصله قدرتوا تحققوا الانجاز والفوز بالبطوله. بالظبط كده، كان حصل الموسم اللي فات نفس الكلام في ماتشات في ماتش الدوري، واتلعب بعدها ب 48 ساعه والحمد لله ربنا كرمنا. طيب المباراه الفاصله اكيد ليها حسابات خاصه بعد تحديد موعد المباراه، حضرتك ذكرت خلال 20 يوم، اعتقد وقتها ممكن الصفوف هتكون مختلفه اكتملت بنسبه كبيره. هل نصر ممكن تلحق المباراه بعد 20 يوم او في مصابين ممكن يلحقوا المباراه، ولا هيبقى برضه نفس الغيابات بسبب الاصابات؟ هي دعاء قدامها 10 ايام وتنزل الملعب. عندي نصر نفس الكلام قدامها 10 ايام وتنزل الملعب، وعندي ساره الكوري ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي تنزل الملعب. هنكون كل صفوفنا ان شاء الله كملت باذن الله. ان شاء الله باذن الله، لان اكيد اكتمال الصفوف وكل عناصر معاك تقدر انت كجهاز فني تشتغل على المباراه بشكل جيد، تقدر تحضر اوراقك بشكل كويس، عندك دكه بديله تستعين بيها اثناء المباراه في اي لحظه، فهنا بتبان الفوارق وبتبان بقى المنافسه ما بين الانديه. عشان كده حتى فريق السيدات العام الماضي كان محقق العلامه الكامله او قدر يفوز ب4 بطولات على مستوى فني قوي. بالظبط كده، وان شاء الله نحقق العلامه الكامله برضو السنه دي، وباذن الله الماتش اللي جاي يكون كل اللعيبه موجوده باذن الله، ويبقى المباراة اللي هيبقى ليها شكل تاني خالص. طيب كابتن ياسر اخر سؤال، هل في حاجة اختلفت في المسابقات سواء على المستوى الفني او على المستوى التنظيمي مقارنة بالموسم الماضي؟ يعني حضرتك فزت بالدوري العمومي وكاس السوبر او كاس مصر وبطولة المنطقة ودوري السوبر، المستوى الفني زاد؟ عدد الاندية المنافسة زاد ولا نفس المستوى الفني زي السنة اللي فاتت؟ بص احنا كنا نقدر نقول الكلام ده من حوالي 7 سنين او 5 سنين، ان النادي الاهلي كان متربع واي ماتش بيكسبه بفروقات غير عاديه. لا الكلام ده مش مظبوط. اخر 4 سنين الدوري شكله اتغير، الدوري بقى ليه منافسين، لان انت عارف الصغيرين اللي طالعين في الانديه الثانيه، الانديه الثانيه كانت وضعها في الدوري مش وحش، وبرضو 98 لما اتضاف مع الدرجه الاولى في الانديه الثانيه عملت شكل برضه منافسه قويه في الدوري. أكيد. ولازم الناس برضه تفهم حاجه،
ان انا بلعب اكثر مبارياتي او اكثر مباريات اكثر من فريق الرجال. يعني انا بلعب 3 أيام في الاسبوع والرجال بيلعب ماتش تقريبا او ماتشين في الاسبوع. اجمالي الماتشات بتاعتهم مش عايز اقول لك ان هو ما يتعداش ال 20 ماتش. انت بتتكلم معايا بالظبط، احنا حاسبينها لغايه دلوقتي حوالي 49 مباراه. معدل رقم كبير، معدل كبير. عدد كبير. الاصابات طبعا دي بتاعت ربنا بتيجي في المباريات. يعني اصابه نصر جت في مباراه سبورتنج اللي هو المنافس بتاعنا القوي، الحمد لله كان ربنا كرمنا بيهم بالماتش وكسبناه. دعاء كان امبارح او اول امبارح في المباراه اللي هي اللي فاتت برضو جالها السبرين الانكل ولفت رجليها، واول 3 دقائق في المباراه في ماتش الشمس رجع تاني الاصابه، فما قدرتش طبعا تكمل. لا ان شاء الله جاي ان شاء الله تكون تقف على رجليها، لان انت عارف الناس الشعبيه دي حاجه مفاجاه طبعا. قبلها بيومين كنا بنحاول معاها، فان شاء الله تكون تم شفائها باذن الله. ان شاء الله القادم يكون افضل ويكون في جاهزيه لكل اللاعبات، وثقه كبيره جدا في هذا الفريق وفيك كابتن ياسر كجهاز فني. ان شاء الله تحققوا انجاز طيب جدا وفوزوا كل البطولات، لان جماهير النادي الاهلي دايما عايزه النادي الاهلي دايما دايما يكون على منصه التتويج ورقم 1. شكرا كابتن ياسر وكل التوفيق ليك ولفرقتك يا رب خلال الفتره القادمه والمباراه الفاصله مع نادي الشمس.